يعمل منذ تحرير الموصل على نشر خطاب الوسطية والاعتدال، ويحرص رجل الدين الموصلي علي أسامة الذي عمل على تدريب رجال دين على مناهضة الفكر المتطرف والتعصب الديني في الموصل على توقيع ميثاق مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز التماسك الاجتماعي الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في محافظتي نينوى وكركوك. يعني معالجته ليس بالأمر السهل كما تعلم، يعني القضية لو كانت قضية يعني مثلا إغاثية أو قضية بناء مثلا بناء تهدم ممكن أن تعيد إنشاؤه وتعيد بناؤه، لكن معالجة المسائل الفكرية تحتاج حقيقة إلى جهد مضاعف. نشر خطاب الاعتدال والسلام ترى قيادات دينية أنه دور يجب تبنيه لمواجهة خطاب الكراهية والتعصب والتطرف. هذه القيادات تعمل منذ تحرير مدينة الموصل في مجال الأنشطة والفعاليات المدنية التي تعزز التماسك المجتمعي. جملة مبادئ وقع عليها رجال دين ووجهاء مدينة الموصل ضمن ميثاق العهد الذي صاغوه لإيجاد حلول لمشكلات تعيق تعزيز السلم الأهلي في المدينة. صح، إعادة إعمار المنطقة موجود، العودة بشكل عام مستمرة، لكن بدون إنهاء ومكافحة خطاب الكراهية فتعيق كل العمل، تنمية الحجر والبشر أيضا. الفواعل المحلية هي التي ممكن أن يعني تسهم في نبذ ثقافة الكراهية وتعزيز خطاب السلام في هذه البيئة، لأن هذا يرتبط ارتباط مباشر بالتنمية المستدامة. تشكيل لجنة حكومية وشعبية لمناهضة العنف والفكر المتطرف كان من أبرز مطالب وثيقة العهد الموقعة. حكومة نينوى كشفت عن تفعيلها بالتنسيق مع مستشارية الأمن القومية مطالبة بدعم حكومي لتحقيقها. حقيقة تركيز الأساسي يكون على الشباب، لأن تعرفون أنه بناء الإنسان أهم بكثير من بناء الحجر. التمويل مرات يكون عائق كبير لتنفيذ بعض المشاريع، نحتاج إلى مثلا بعض المشاريع التي تعزز هذه المفاهيم، مثلا بناء ملاعب. وكانت مستشارية الأمن القومي قد أطلقت بالتنسيق مع حكومة نينوى المحلية خطة لثلاث سنوات من أجل مجابهة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب في المناطق النائية بمحافظة نينوى. حاول تنظيم داعش تفكيك نسيج المجتمع الموصلي وسعى لنشر أفكار متطرفة ترك بعضها آثارا واضحة بين السكان في غرب المحافظة وشمالها، لتبقى جهود الحكومة والمنظمات الدولية ساعية لتوطيد العلاقة بين السكان لمدهم بمزيد من الثقة. هيثم أحمد، الحرة، الموصل.